آلات طبخ مجهزة بخاصية الأمن والوقاية، ابتكار جديد يهدف مبتكره للحد من الحوادث المنزلية بمختلف درجات خطورتها، خاصة تلك المتعلقة بالغاز. La cuisinière Sirta est dotée d'un système de sécurité avec thermocouple. هذا نظام الأمان يسمح للمواطنين أنهم يستعملوا la cuisinière تاعهم en toute sécurité وذلك بإيقاف إمداد الغاز لو كانت تطفى الشعلة فورا immédiatement sur le champ يطفى الغاز. ثاني خاصية le double allumage إشعال فوق وتحت اللي نورمالمون لازم تكون séparément إشعال le four وحده يسمى لي دو بروليور ويشعلوا سيباريمون دون لو كا ويشعلوا ان ميم طون اللي رانا نشوفوا فيهم في دي كويزينيير اللي كاين اكطويلمون لازم يكون كاين ان ديسبوزيتيف دو سيكوريتي اللي يخلينا نستعملوا لا كويزينيير تاعنا اون توت سيكوريتي. ولان المواطنين يبحثون دائما عن افضل الاجهزه المؤمنه، لمسنا ردودا حسنه عند تقربنا من بعض الذين شاهدوا الابتكار. كويزينيير والسيستم نوفو الانفورماسيون عطاوها لي بلي فيها حمايه للمستهلك وهذا حاجه تشجع. هذه كل ما كان سيكيورتي في المنزل الجزائري نقلوا الحوادث اللي راه نسمعوا بها كل يوم. ونظن بلي الحاجه المهمه كي واحد يجي يشري ماتيريال هكذايا فيه الغاز فيه النار، اول حاجه يخمم فيها سي لا سيكوريتي، باسكو على بالك دوكا كاين بزاف لي زاكسيدون تاع الغاز، كاين المشاكل بزاف تاع النار، دي فوا تنسى حاجه فوق النار ما على بالكش راح يصرى موراك. هذا السيستم اللي داروه سيستم هايل، جو تروف سي اون بون شوز. انا ننصح الناس يفكروا قبل لا يشريو كويزينيير، لازم يشوفوا لا سيكوريتي تاعها افون تو. الأجهزة الموصلة بالغاز والكهرباء في بيوت العائلات قد تشكل خطراً على حياتهم إن لم يتم الحذر، لهذا شرعت الشركات الجزائرية في تحديث أنظمة الوقاية والأمان على مستوى هذه الأجهزة.